أول مرة في تونس النجم كورو للفنانين الكبار ما عادش نلقاهم كان في المهرجانات ولا ليديني جالا. في أفريل 2015 صارت حفلة كبيرة من بانديم راديو ليبرتاد يا شوسي كارتاج في الفاك يا شوسي. تحضيرات كبيرة بخيز دوسهم بعدها يطلع دي جي دانجر وكراك ويهيجو الجمهور بجو تكنو حفيدي. On a tout organisé, on a un club expérimenté, on a 26 ans, on a fêté il y avait un mois notre 26 ans. 26 ans d'expérience, on a 3 ans on est à le top niveau. On essaie d'augmenter le travail le plus et plus. Quelle est l'idée de faire une fête pour le fac de Sabr? Bon, comme je vous l'ai dit, on a voulu mettre la barre. Donc on a opté pour un festival d'une star tunisienne dans une faculté tunisienne. On vous promet un concert à d'un très haut niveau. Khateldi ma Radio Libertad a عودتنا بدي كونسير طيارة. ان شاء الله يكونوا في المستوى وان شاء الله يا ربي تعملوا جو ديما تجيو بحالنا لي زيفينمون تاعنا. اليوم انت مع صابر الرباعي في اي نورمالمون لافون بروم معناتها قبله هو البريمير نتاعو. محضر الجمهور اللي استنى فيك الليلة برشا فوضى. برشا فوضى. برشا برشا. صنعت يا ربي بالكل هزمان صنعت الناس بغلك ببحث يقتل الأحساس هذا أخطر ليل ولا نهار العشية الطلاب متاع الفاكس تقبلوا بحرارة وجدت أيضا ميس تونيزي 2015 باش تحضر الحفلة. أنا
travail, directeur musical, c'est ça, Ismir. Enfin, les détails, cool, musical, artistique et technique. Donc voilà, Ismir, pour que tout se passe bien, il faut que tout soit calé, le son calé, le retour, le façade, etc. Ou les moniteurs, ou quoi. Donc on essaie de faire notre travail au mieux. انا نتفرج في باباتي وفان زوز ديما هكا تتبعوا في كل بلاصه اي وفرحانه بيه برشا تقولوا تقول الجمهور وزاده نقول الجمهور نقول بابا يعطيك الصحه وكونتينيو كوم سا ونقول الجمهور وانا زاده نحبهم برشا ويشجعوا زاده غني انت زاده صفيه شويه شويه غني لنا شويه لا ما نعرفش نغني توا مش هكا توا ما تعرفش تغني ما انا ما نحبش العربي لا نغني عربي مي اون ميم طون غني دوتر لونغ انا نستناو كي تكبر تولي لنا فنانه ان شاء الله Oh,
حبيتك طفلة وبنية حبيتك كيف صرت صبية حبيتك طفلة وبنية حبيتك كيف صرت صبية حبيتك بنت عم رحمة روحي وطن حبيتك بنت عم رحمة روحي وطن يرجع شبابي جو بارد جو حلو جو سخون معنا سخناه كمام أول مرة طبعا كتجربة أولى وإن شاء الله علاش لا تكون يعني تقليد سنوي أنه نعمل سهريات أو عشويات للغريب شوية متاعها بالعكس هذاك هو الحلاوة متاعه في الوقت هذا يعني لأنه الناس كل دي كونتراكتي الناس الكل ماهيش كارتاج ماهوش صيف وماهيش دي ديني غالا هي حفلة للشباب حفلة للزيتيديون حفلة في جامعة أول مرة نقوم بها وإن شاء الله ما تتكرر معنا إن شاء الله ما نقفوش عند ليها شو سيبرك هو فينومين جديد معناه سيكوريتي معناه ليزاجونس سيكوريتي معناه سيكوريتي ديفيلمون اما احنا حبينا نوريو اللاعبين احنا قادرين نمثلوا للتظاهرات الكبرى وقادرين نجموا ننجحوا التظاهرات الكبرى كثر معناه برغم اللي صاير في تونس برغم صاير كل شيء نوريو اللاعبين احنا رانا شعب مسالم وقادرين باش نامنوا رواحنا إن شاء الله الفنانين التوانسة الكل يعملوا كيما صابر ونراهم ديما في حفلات كبار في الإفاك نتاع تونس الكل كلنا توانسة ولا يعطيها الصحة حتى هي معناتها أقنعت العبيد أفرامورا والعبيد والجولي اللي اختاروها هم الكلهم تبارك الله عليهم من الأولى للأخرى خدموا برشا صدقني في استاج عبيد تعب دونمي بلانش دينيرمو عبيد مش مستانسة الجملة يعني أول حاجة تتصورها منهم ساعة تراك اللي تاخذها في السين
كي تطلع قدام بيبليك وبالأخص تطلع قدام بيبليك منهم فنانين وكل شيء. من الحمد لله كملوها لآخر لحظة وإن شاء الله يا ربي كل فين موخير من الأول يا ربي. بسم الله عليك وإن شاء الله لاباس وترجع تشكر ربي يخليك. لا صدقني والله قالوا لي اللي أنت اللي تحق اللقب لازم تشكرهم وتفك التاج حقك. تفديك ماست تفهم فيا باش نعمل لك لقب أزرق في عينيك. باهي تاكل. لمس لقوم تصوير. نقول لك. لقب أزرق في عيني حرام عليك. والله. برمسي برمسي. الصحافة ليه؟ الصحافة ليه؟ لأن جزيرة مغرب 24 تي في. بمغرب 24 تي في تفرج فيها واش عليك؟ لا لا لا. مش هكاك تفرج واسمع واستمتع. لا لا برشا هذوما. تفرج هكا هاو. وترش باش يعملوا. غرغور القايلة والله واحد هكا فاي مسلي به سافا انا عرقتنا شرتنا وكا عايشك عايشك اول نظره البال زين باجن اللي خلاني في الحب العالي طلعت لي عال سوا